سلام البنات، اهلا وسهلا، مرحبا. اليوم ان شاء الله جينا نقدموا لكم واحد خبز ديال الطاكوس. عندنا البنات هنا نص كيلو ديال الفورس، عندي واحد ربيع كاس ديال الحليب، عندي واحد قياس ديال الحليب دافي، عندي واحد الخمارة ديال الحلوى، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه ديال السنيده، عندي واحد 70 غرام ديال الزبده، وعندي ناخذ واحد معلقه صغيره ديال الخل. حنا البنات دابا غنبداو مع بعضياتنا ان شاء الله. البنات كما كنقول لكم دائما، عندي الطحين كنبغي نخدم يدي حتى كنقاد نعرف باش كنعرف القياس ديال الحليب مثلا او الماء اللي غندير اولا، عاد غادي نعطي العجان يدلكو. انا كنعطي العجان غير يدلك، اما التخليطه كنخلط بيدي. الطحين غنزيد معاه البنات ديك ربيع كاس ديال الزيت المليحه، خمارة د الحلوى، معلقة ديال السكر، وهذا شوية ديال الخل البنات جهتي معلقة صغيرة. دابا البنات غنخلط كلشي بيدي باش كنعرف القوام ديال الخلطه ديال ديك الزويته مع الطحين، وديك داكشي كلشي يتقاد ليا هنا بيدي. دابا البنات غنزيد الحليبه دافيه شويه بشويه، انا كنخدم باش نعرف القياس ديالي شحال كي بغيت العجين ديالي تكون، واش رطبه واش خفيفه، واش هي باش نتحكموا فيها البنات بالمدلك، خاصها تكون ما جاريه ما قاصحه، خاصها تكون رطبه. هنا عاد مازال ملي غتدلك لينا مزيان غندخلوا فيها ديك الزبده، هي اللي غتعطينا ديك الزبده. البنات علاش كنديروها؟ باش ملي كان خبز الطاكوس ما كيتهرش لينا. مقياس البنات الحليب ما نقدرش نقول لكم المقياس، عرفتي علاش؟ حيت كل طحين ديما تنقولها لكم، كل طحين كتكون عنده يقدر يشرب يقدر ما يشربش، يقدر تقولي انت راه هو هذاك ويجيك جاري. ها نتوما البنات كنوريكم العجينه كي جات. دابا غنعطيها لاندي نديرها في اللي ما عندوش البنات يدلكها بيدو، واللي عنده هذا سميتو ديما تنقول كيسهل عليه الخدمه. دابا غنديرها البنات تدلك ونرجع. البنات شوفوا بعد ما دلكت لينا العجينه ديالنا غنزيدو هذيك الزبده اللي قلنا هي بدرجه حراره المطبخ البنات، غنهبطوها باش تدخل لينا ديك الطورطيه ديك العجين، وغنعاودو ندورو البنات. البنات ها العجينه ديالنا دلكات، بعد ما دخلنا ليها الزبده شتو كتولي مدلوكه مزيان. دابا البنات نحيد الماكينه ديالي من هنا وغنجيب باش نخدمها مع بعضياتنا ان شاء الله. البنات ها هي غنشدوها نديروها على كل واحده البنات على قد على قد المقله اللي غيطيب فيها. انا درتهم بهذا الحجم هكا، جوني شويه صغار، جوني مقدرين. هنا البنات راه ما درت لا زيت لا والو في هذا فسميتو، كندير الطحين تحت منهم، غندير الطحين البنات باش ما يلصقوا لياش. نحطيهم في البلاستيك البنات باش ما يديروش ليا ديك القشره،
اصلا حيت مدلوكين بالزبده البنات ما غنحتاجوش نخليهم حتى هي على ما ندير المقله ديالي تسخن، وغادي نبداو البنات نخدموا مع بعضياتنا. ندير البنات هذه المقله حاشاكم اللي ما فيهاش ديك الحاشيه هي اللي غنخدم بها. كنخليوها البنات على عافيه مهيله غير تهنديبه، ما كنديروش العافيه سخونه باش ما تحرقش لينا الرغيفه ديالنا. نحاولوا البنات نديوها بشكل دائري. دقيقه البنات، وديما تنقول لكم البنات هذه البلاصه منين بغيو نرغفو فوق منها او فوق منها بحال هكا اي حاجه غتلقاها فوق منها ضروري البنات تمسحوها بالخل وتنشفوها مزيان بالكاغيط النشاف باش ما كتبقى فيها لا ما لا. والخل بحال كيحيد لها بحال كيعقمها. نستنى البنات تسخن ليا ونبداو مع بعضياتنا. البنات المقله ديالي غندير فواحد النقيطه ديال الزيت والكاغيط نشف ونمسحها كامله باش ما تلصقش ليا الخبز ديالي. كنمسحها مزيان ما كيبقاش فيها الزيت غير كذا صافي. وغنبدا غنهز البنات هادي ديالي ها هي راه رقيقه شوفوها البنات كتبان لكم صافي. غنحطها البنات كي قلت العافيه مهيله. كندير البنات واحد المنديل في واحد الفوطه باش اللي طابس كنحطها فوق منه وكنغطي عليها باش كيرجعوا يعرقوا على بعضياتهم.
البنات الخبيز ديال الطاكوس ديالنا والاروع، نديرو البنات هنا ونغطي عليه باش كيرجع بعضياتو، ديك العرق ما كيقصحش لينا، باش ملي كنبغيو نلويو كيتلوى لينا بسهوله. غنمشيو نصايبو وحده اخرى. نتلاقاو البنات ملي نكملو ان شاء الله كلشي. البنات شوفو الى عجبكم البنات بارطاجيو وديروا لي لايك مع الاصدقاء والاحباب. شوفوا تبارك الله كيتنفخها باش تعم الفائده. وكما كنقول لكم البنات غنحطها مع اختها ونخليها نطنطي عليها باش ترجع تعرق على بعضياتها وكترجع الترخه ما كتبقاش. ودابا نكملوا عاود. لاحظتوا البنات شتي كي كتنفخ كتحل، كي قلت لكم راه ناجح 100%. البنات كي قلت لكم كنديرهم هنا وكنغطيهم البنات باش يعرقوا على بعضياتهم باش كيطرخاو ميجيوناش قاصحين ملي نبغيو نطويوهم ما يتهرسوش لينا. يلا باش نتلاقاو ان شاء الله. البنات هانتوما عندي هاد لي صوص، هاهما هادي الجيريان وهادي ماروكان وهادي هي اندلس. خديت منهم البنات كميه كميه، درتها هنا في هاد الزلافه غنخلطها هي اللي غندهن بها دوك الخبيزات ديالي ديال اللي غنخدم بيهم. وعندي هنا البنات هاد لدان، واحد الساشي ديال لدان كريمي. عندي هنا هذا الهوت دوغ، وعندي هاد الفرماج ديال غودا، وعندي البنات هاد واحد الساشي صغيره ديال السوريني. المهم دابا انا غنصايب لكم، عندي الفريت البنات هو كيتقلى، هو اللي غنصايب لكم به ان شاء الله. غنصايبو ساندويتشات بديك الخبيز اللي صايبنا ما عندي بطريقتي انا ان شاء الله. ونتلاقاو البنات باش نكملو مع بعضياتنا. البنات ها هما ديالنا ديال الشاورما. شوفو البنات كيجيو رطبين، شوفو لاحظو كيجيوش مقرمشين، لاحظو شتي كيما درتو ليهم البنات ما كيتهرسوش. ديك الزبده اللي كنديرو في الاخر البنات هي اللي كتعطي هذيك الطو هكا، لاحظتو البنات. دابا نصايبوهم مع بعضياتنا البنات. نختار البنات هادي وندهنو مزيان. نديرو البنات وحده ضو الوسط، ندير معاها سيريمي، ندير معاها واحد ديال جامبون البنات، وغندير بطاطا فريت، غندير فرماج بعدا. الفرماج في الوسط على كدا البنات، وغندير بطاطا. ولا اسهل نحاول نجمعهم البنات بحال هكذا. حلويات بحال هكا، راه هاد الخبيزات البنات راه مطيعين كتجري كيما كتخدمي بهم، باقي ما كيتقطعوا. ما شوفوا البنات ها عامره وكاك، وهي كتجي من داكشي. حطوهم صايبوا وحده اخرى مع بعضياتنا ونتلاقاو منين يطيبوا ان شاء الله البنات. البنات الطاكوس ديالي طاب، قسم لكم واحد من النص شوفوا كي جا. شوفوا البنات، واهلا وسهلا بكم من جديد
وان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم، وتفضلوا معايا بالصحه والراحه. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.